الآن بإمكان المواطنين المشاركة في العملية التشريعية في الكويت بشكل مباشر. خدمة ساهم في التشريع التي يقدمها مجلس الأمة تتيح للمواطن المساهمة في التشريع عن طريق إبداء ملاحظاته وتقديم اقتراحاته على مشاريع القوانين التي تناقشها اللجان التشريعية في المجلس مباشرة. لتقديم اقتراحك من هاتفك النقال أو جهازك الشخصي، اضغط على زر الموقع الإلكتروني www.kna.kw ثم اضغط على إعلان خدمة ساهم في التشريع، ثم اختر اللجنة التي تود تقديم اقتراحك لها من قائمة اللجان التي تظهر لك، واختر القانون الذي تريد تقديم اقتراحك بشأنه من قائمة مشاريع القوانين التي تناقشها اللجان حالياً بالضغط على ساهم برأيك. ستظهر لك صفحة تعرض جميع المعلومات المتعلقة بمشروع القانون الذي اخترت. بعد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمشروع القانون، ادخل اسمك الثلاثي ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقمك المدني في المكان المخصص، ثم قدم اقتراحك. كما يمكنك أن ترفق أي ملفات متعلقة باقتراحك يتم عرضها ومناقشتها في اللجنة. ساهم في تشريع القوانين التي تؤثر في حياتك. Ramadan is a blissful month. It is the month that gathers us. Ramadan is the month of worship. It is the month of joy and happiness. As a family, we all wait for it from the first day eagerly. Patiently. Happily to the last. As a family, we present to you the best of Ramadan. And at KTV2, we have you as one of us. KTV2, a gathering to remember. KTV2, a gathering to remember. KTV2, a gathering to remember.